كنا نقول اعطونا حمالكم بالنص على العين، جرى إلنا اللي يملي صاحب الحمار ياخذ جرى واللي يملي ياخذ جرى. حلو. مشينا؟ شو شو بدك هسه؟ بعد بدك بالضيعه ولا خلاص؟ في بالضيعه في ايه بدنا بالضيعه. يلا كف. اول ما اجت السياره بدي احكي لك حكايه عليها. ايه. اول ما وصلت في شق الطريق صار اتصل السياره لها لكعب الناس. حلو. ولما بدهم يودعوا الامريكاني كمان هاو يودعوه بكعب الناس. كانت تنزل لما يجي الامريكاني بده يسافر. ايه. كل اهل الضيعه ينزلوا لهون يودعوه. كل هون كان في ماء في نحله بريه. نعم. الشر العسل يشر منه. انا جاي انا واحمد رشيد بن سالج تزحلقنا من هون. ايه. بلشنا نتزحلق على الصاجي من هون وصلنا لتحت لوادي المغاره. نحن ببيت عربين. لسه بدي اقول لك حسين صيفي. ايه. سحب. جوا من جوا هاي الشجره. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف الحال؟ كيف الحال؟ ان شاء الله بخير. 45 سنه بس عمرها هاي الشجره. هاي الشجره هيدي؟ ايه. الله اكبر ما شاء الله. الشجره هاي وش شو عامله بالحائط؟ الله اكبر. من هون بدك تشوف. ايه. ما شاء الله 45 سنه عمر بس. كثير حلو. هاي تراثيه. بدك تحدثنا عن اليوم عن الاماكن التراثيه بالبلده. ها انا بعرف طمع. المواقع تبع المواقع يعني هيدي اللي انشهرت بين اجداد مثل شو عندنا قلعه تعلي والبريخ بنعرف اماكنهم. ايه ان شاء الله. مشينا معلوم. بسم يلا الله. تفضل. ايه سيف. ايه الارض هاي مشيع. هاي مشيعة الأرض. هاي هاي. نعم. اللي تحت الطريق. نعم. الطريق الأساسي تحت الأرض تحت السنسيل هذا منه لتحت العاوص. هذا العاوص صارت هاو. أيوه. من تحت السنسيل هذكاتي مثل الفليح. إيه. مطرح ما هو معمر العميد علوان كمان من العاوص. من العاوص. هذا كان كروم كله. كله كان كروم. سبحان الله. وفي عندنا كرم نحن هون. لا الكرم ما هون، الكرم يكون هون. هون فوق. فوق هسه بتشوفوا مطرح ما عامل المزرعه، عاملين لكم مزرعه. وهون كنت عم تقول لي هون قلعه تعلي من هون وبتطالع قلعه تعلي. هاي قلعه تعلي. ايه بتبلش قلعه تعلي. نعم هون بتبلش لفوق. ايه. نعم. كيف الاحمر و وجوز الجمل. وجوز الجمل لانه كان بيشبه الجمل او ايوه كان شخيف وعلى شخيف ثاني. نعم مثل بوز الجمل. وفوق نشوف ايه؟ في بتصير الحيريحه بقولوا لي. حيريح. بتبين من السلطان من هنا بتبين. نعم. الطريق قبل ما نشق الطريق. اه ما كان في طريق. لا الطريق الاساسي محد الطريق التربي محد الجبيني وبتطلع من هناك طريق اجر. اه بتطلع لوين؟ على قلعة تعلى بتضل قلعة تعلى على السلطان. ايوه انا على السلطان. قلعة تعلى على السلطان. نعم. هون ما كانش في لا طريق ولا شيء، هذاك الطريق الطريق التحتاني بيصل لكامل. وهاي قلعة تعلى هون الناحية هاي. تحت العاوص. وهون العاوص. ايه. وهذا كرم بيت جدك. نعم. هون مطرح ما في مزرعة. العلمين العلمين بيقولوا لها جيران بكار. جيران بكار. العلمين هون. نعم. جيران بكار. هاون شو بيقولوا لي؟ الزرادي. شو الزرادي يعني؟ الزرادي يعني مطرح ذوته. كانت مزروعه كروم من الضيعه لهون. هاي بيقولوا لها الزرادي. اه مزروعه كروم. ها كان مزرعه. كان كلها مزروعه كروم. ما شاء الله. بعده. بعد الزرادي بس الكروم راح. الزرادي ايه. الكروم راحت زمان. يعني شو؟ هاي الحيريحه. شو في هذا منطقة كنت تين وعنب. اه تين وعنب. آه كروم. اه كروم. كان الجبل كله بالزرع. حي ريح. حي ريح. وادي نصار. وادي نصار اي هول وادي نصار؟ هي وادي نصار. هي وادي نصار. ايه. هي وادي نصار. نعم. بين الضيعة وبين عيث الفخار وكامل. وكامل. اه. وهذيك العقبة بيقولوا لها عقبة التون. نعم. عقبة التون. هيدي بأرض عزي.
في عين عزي وتحت منها صبراء. خدي نصار كانت لابونا صوح. لابونا صوح البيت كله. ايه. نعم. واختلفوا ليهن هو اهل عيسي عليها وتحاتموا وربحوا الدعوة اهل عيسي. هون التون. ايه معلوم هي التون على التون ها. نحن بلد جديدة ما عمراش 1000 سنة. نعم. حمارة وعيسي وكامل عمرهم. قديم. 1000 سنين. وخايف على هالكوالي حتى تاخذ صور اذا بدك. هاي مدوخ. نعم. ايوه هاي مدوخ. مدوخه هاي. ايوه انا اول مره بنتبه لها تصدق. اللي فوق منها بك. هاي مدوخ. اللي فوق بك. بك. في شيء وراها ببين من فوق من السلطان خزين تبع ينطا. ينطا. ايه. هاي بكة، بكة صغيرة فيها كم بايت؟ لا بكة هاي اسا بينت، كانت ما تبينش. آه. على مقلب الشرقي بكة. نعم. بكة منيحة. نعم. آه. اللي بالخيال الصجرة تاع نزيل نزيل. نزيل لي. شو عاملة؟ هذا مسكرين شوي. مسكرين؟ يسكروا تاخ. عايش. عايش الفخار. عيث الفخار اي هي هيدي هاي اللي بين شو هاي عيثي هاي عيثي هاي جديده بس عيثي كانت ما تبينش من آه. كانت بالوادي فوق تاع ها نعم هاي بدر العدس ها بدر العدس هوني وبعد بدر العدس عيثي عيثي لفوق لا عيثي العتيقه مبينه مطرح الجامع لا مطرح الجامع لا بعد لقدام بعد لقدام ما كانش في جامع ها وسع عيثي لفنا وهاي عزي هاي عز هاون على الخط نعم. اللي قدام خربت روح خربت روح اللي قدام هذيك اللي ايوه واللي شيء مبينه هونيك بعد خربت روح عين ايه. عرب العين عرب هاي ورا مدوخ ايه. والبيري هاون نعم وبعد منها بعد البير الرفيد رشيه اثنين كنا مملي هلا اقول لك تا وين البيوت هون ايه كان في عين مل منها اهل السلطان اهل البيوت هاوذي ايه عين عزي عين عزي هون ايوه نعم كان في طريق كان مع الحمام لا ها طريق ديب نعم من عالتون ينزلوا على عين عزي هاهم بقولوا له التون يما الخسفيت السبب بيلي التون يما الخفيت؟ ايه الخسفيت بقولوا خسفيت هاون لايك في معالم طريق هاون شايفوا؟ هاون ايه شايف هالحجارة هايك هايك ايه هذا الطريق الأساسي اللي كانوا ينزلوا فيه أهل الضيعة على بيدر العدس يما حمارة اه ينزل من هالطريق من هاي من هذا الطريق هي الطريق الأساسي هيب. هذا الطريق الاساسي يطلعوا ينزلوا شايفه شايفه ايه هذا الحجار الحجار هيك 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 رايح نعم ايه الطريق بيقولوا له درب العين درب العين لانه بينزل على العين بينزل على العين بدي فرجيك عين سفريح عين سفريح نعم عين سفريح هاي كنا بارض حماره كانوا اهل حماره اهل السلطان يجوا يملوا منها كمان وفي عيون غيرها عين الفوق وعين القناه وعين بحلفين كل هاي العيون دار حمارة كانوا اهل السلطان يجي يملوا منه عم اهلك شوي هون هي طريق بدر العدس كذا الطريق الاساسي اللي كنا ننزل عليه آه كان في مطحن الى ابو نصوح على بدر العدس كنا ننزل منها نعم يلا تقرب شوي وهوني هوني قالوا لي انه بيفضوا من هون تراب بقى المحفره اللي قديم مش هاي هي مش هاي هي هي من بلش بلش من هون ايه اي يطرشوا فيها البيوت البيوت والسطوح السطوح كمان خليك على اليمين حتى تبين المحفره على عمالك عمالك ايه, إيه هاي المحفره هاي المحفره هاون ايه ها. قرب قرب على اليمين تصير اه هي لفوق ايه هاي المحفره شايفه؟ أنا... كانت النسوان ايه يجوا يورق العالم تجي تاخذ تراب يطينوا فيه سطوح من شان باب النيس عملوا عليه قمح وسميدي ويصحوا عليه القمح كانوا يطينوهم نعم بطين ابيض وعور نعم آه
وهاون انا ماخذ من هاون ايه تراب دبس. تراب دبس شو يعني تراب دبس؟ يلا لحتى اقول لك شو تراب دبس. هاون هي طريق عين سفريح. هاي طريق عين سفريح. ايوه. وعين سفريح هذيك هي وين هالشجرات وين التيني هاي ايه. اللي تحت منها صنوبرات ايه. هاون عين هنيك عين سفريح. هاون في مغير كان نشيل منه تراب دبس. شو تراب دبس يعني؟ تراب غير. تراب حوارة مثل هي مش مثل هي ايه. أنظف من هي ايه. ونوعية غير. كان لما بدنا ندبس نجيب تراب منه ولما نجمع العنب بك ترش على تراب الدبس قبل ما تدعسه قبل ما تعصر العنب بك ترش على تراب الدبس. تراب الدبس منشان عايش. منشان عايش ينعصر مزبوط. لا منشان لا يحلى. ما هو اسيد هذا الاسيد اللي بالعنب بيروح بيتفاعل مع الكلس الموجود اللي من هون. سبحان الله بيروح بس بتعودوش صفوه بعدين يا ملاح. لا بصفوه بيروقوه بعدين. بيروقوه ويرثينا عن اهله. هذا طريق عين سفريح منها وكل هاي ارض حماره بس اهلنا كانوا انا ملي من هاون وملي من عين عزي. ملي من هاون ايه معلوم. نزل على الحمار. الحمار حط القنتلي وجرتين وتلتين يا خبر الهن. كان عندكم حمار منيح ما لا ما عندوش حمار بالسلطان بيموت من العطش. يلا طيب شو 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 بده يجي يما ياخذ. كنا نقول اعطونا حماركم بالنص على العين جره لنا اللي يملي صاحب الحمار ياخذ جره واللي يملي ياخذ جره. حلو. بسم الله انطلقنا؟ انطلقنا خلصنا عين سفريح وهوذي كمان اخذنا شويه تراب. هاي المحفره. هاي المحفره. هاي ذي المحفره كلها. هذا اخذ تراب منه. اللي شو بيعوزوه؟ ما عادش ينعاس. ما عادش في بيوت تراب. كانت البيوت تراب والسطح تراب ويعوزوه. نعم. الموسم كان قبل موسم السميدي قبل موسم الصويل. نعم. مونة القمح قبل موسم الموني بده يكون السطح مطين. نعم. السطوح كلها كانت مطينه. بهذا بتراب المحفرة مع عور. العور هو تب الناعم كثير. مع عور كمان. ايه بده يكون هيك. مش حاولنا لورا بس. لورا شوي مطرح السيلة هاي. اسمها الجسر. ايه. لأنه بينزل فيها الماي. الماي ايوه. كان في طريق من هون. نعم. طريق هيدي هاي الخلة بسموها خلطة الطويل. هاي خلطة الطويل. ايوه. نعم. هاي خلطة الطويل كانت كلها كرون. لز الرادي كله كروم. هذا زرع كروم عنب. عنب وتين ولوز. لز الرادي لتحت. هاي بعد في اثار لوز. هسه هونيك الريف هي بيصل للحي ريحه اللي قلنا عنها. هاي الريف على وين اللوزات فوق فوق لحي ريحه على الظهره تبعها بسموها الحي ريحه. هون طريق لوسي. هذا الطريق على لوسي. الطريق علوس ثاني مقلب. ها لا على ببين على الناحيه هي بتقلب بين هذيك بسموها البليطات. البليطات ها ايه ايه ينزل اهل الضيعه على لوسي. على لوسي واهل لوسي على الضيعه. اهل لوسي على الضيعه. هونيك وين مشقيف وبالنازل لشقيف شيار. نعم. النازل بسموها بينزل على وادي لوسي يسموها هاو كان كروم خلت النسوين. خلت النسوين. خليت النسوين. كل البيوت هاي جديد. كلها جديد. هاو كان في بيدر. بقولوا له بيدر هي كلها بيدر علي واز. بيدر علي مين؟ علي واز. علي واز. علي واز بيو لعلي اسعد. جبته لعلي اسعد. مشينا؟ شو شو بدك هسه؟ بعد بدك بالضيعه ولا خلاص؟ في بالضيعه في كثير. في ايه بدنا بالضيعه. يلا كف. عمار في كان اكثر في بيت بنا صوح وبيت نص الجروش هون. بس بنا صوح كان ايه. بيت نص الجروش. ها ما كانوش كلهم العمارات. العمارات كلهم ما كانوش. هون عمارك المطرحه هاي بيسموها كعب الناصب. كعب؟ كعب الناصب. الناصب ايه. كعب الناصب. هاي المطرحة هاي ايه اول ما اجت السيارة بدي احكي لك حكاية عليها. ايه
اول ما وصلت في شق الطريق صارت تصل السياره لها لكعب الناس. اه حلو. السياره الوسطى ما كانش تطلع لزول على السيح. نعم. كان الطريق بعده مش مشقوق، وهون كل العالم بدات تنطر البوصة هاون. آه ولما بدهم يودعوا الامريكاني كمان هاون يودعوه بكعب الناس. كانت تنزل لما يجي الامريكاني بده يسافر كل اهل الضيعه ينزلوا لهون يودعوه كله كليته. ايه شو بالله راح الامريكاني بده يروح 10 15 سنه بده يغيب. لا بده يغيب، بده يروح بالبحر شهر زمان كمان. الله. ويعلم الله السلامه، يعلم الله. لا يديق لما يجي مكتوب له وصول يعملوا فرح يا رب. مش لما نيجي، لما نوصل نوصل شو لك هيك قناطير لبيت محمد الحج، بيت خالتي يزن بيت محمد الحج دل. نعم. المسيحة هاي بيت ابراهيم احمد. نعم. دكانة كامل عبدوني هاي. هاي البيت لمين هي البيت؟ اي هو هي لبيت عمتي الماروني، بيت العتيق. بيت العتيق. ايه. كان بيت علي مرعي. وهاون بيت سعيد الحليق. هي بيت سعيد الحليق. هاون ايه. الله. هي هو البيت. هي كان بيت ابو عبد الله. كان الحليق اغلى اهل لوسي واهل الضيعه كلها. هذا مين؟ بيت ابو عبد الله صالح. بيت ابو عبد الله صالح. ايه كان من زمان. هاون بيت علوين كان. بيت علوين، بيت علوين كان بيت محمد علوين. عم اهلك. مين محمد علوين؟ جده لعلي علوين الله يرحمه. اه جده لعلي علوين كان هون بالضيعة. ايوه هي بيت ابو معروف. ايوه انا بيت ابو معروف. هي استراح عمي محمد مصطفى وسكن فيه بعده تقريبا مثل ما كان. هذا بيت عمي سعيد عثمان، بيت عمي خليل يوسف. هون جيران الشيخ محمد، هاي الجبيني بعد الجبيني جيران. شو جيران الشيخ محمد يعني؟ كان في جيران هيك ينتي له ماي بالشتي. نعم. ويصرحوا عليهم العالم. آه. ايه. عم اهلك. هون بتبين. ايه بيت عربيد هون. بيت العربيد. نعم. بيت جيران الشيخ محمد اسمه؟ ايه جيران الشيخ محمد. ايه. جيران الشيخ محمد هون كانوا يتعبوا ماي. ابو بلاط يتعبى ماي. نعم. هون النزله هاي يسموها عريض القعقور. عريض القعقور. ها من هون نزل. يا ويدي لوس للويدي لويدي لوس ينزلوا فيها علوسي. ايه ينزل طفيش علوسي على السلم بقول لك خلت النسوان بيني. ايوه هاي خلت النسوان. ايوه هاي خلت النسوان. ايوه ويدي لوسي هذا المطرح عريض القعقور. ايه طيب هسه اللي كان سموها قطعة السعيدي. قطعة السعيدي السهل اللي كانت كارب كليتها. وتحت منها بيقولوا لها قلعة حريزي. قلعة حريزي بتبين من فوق الحواوز. ايه. هاي قلعة حريزي. بعد خلت النسوان بعد ويدي لوسي. ايه. في عريض بيقولوا له عريض المر. كل شيء بيطلع فيه في مرار. اه. العربيد ها. هيك. كيف حالك بالحال؟ كيف صح؟ شو اخبارك؟ السلام عليكم. شو في ميكروفون بدك؟ لك كيف الحال؟ نحن ببيت عربيد. لسه بدي اقول لك حسين صيفي طلع وسحب بابر ولا لك نزل المطب. شو؟ هاون عالشقفين تحت. بدي اقول لك شغلي انت حتى ما انكش عارف. شو بدك تقول؟ هالشقفين تحت شو في عليهم؟ شو لهم قصه هالشقفين تحت بالدار؟ الامور شو بيطلع؟ كان احمد بناظم عندي هاون من شي سنتين ثلاثه. فعم يحدثنا قال خلي يصور هاون. هاون الوسعة بتبلش وين؟ هاي الوسعة. هاي الوسعة لتحت. لا ايه. لا لا عمر تحت لعند الحاج حسين. ايه. شو الوسعة هاي وسيعة؟ اسم كروم الوسع. كروم الوسع. ايوه. كروم. هاي كروم الوسع. هاي كروم الوسعة وش شجرة. انت بدك تروح شي مشوار عند الصبح تعالي هون نزلنا نحن لهم كات عند عمود الحديد اللي تحت. لتحت. تطلع على شو اسمه بورج اللي ما يعني منظر للوسي ما لكش الفه. سبحان الله. بيجي غشك. تعال اقول لك يا سيدي الله يرحمه. تعال اقول لك يا استاذ اشرف. تعال اقول لك. الصخره اللي كانت شو محفور عليه؟ شو مكتوب عملية تشميل؟ عمر العرة
طلعت عيدن عيدن شو مكتوبهم كاتب؟ عبدو الجروش لا عبدو بورناك في هسه بس نزل تحت ببين معك اكثر في عبدو مدي شو في بورابي ومكتوب رقيه 1915 هسه بس راح تبين 1915 وشوف الصدف كيف صار كان عندي هون احمد بو ناصر من امريكا قاعد انا وياه قال لي كنت عند عمي قال لي كنت عم بلفي على على مرته مربوحه مربوحه بالمرته قاعد هو بصفي عم يتحدث قال له بالزمان شايف الشقفين عم يديرين صوب ضيعه متحدث قال له شايف الشقفينات العجران هونيك تحت الجيران قال له ايه قال له هودي بالزمان بيت محمود محمد علي ما كانش يعيش لهم بناتي مثل بنات كل ما تخرق البلد يسموها وتموت بقى قالوا لهم هونيك الشقفينات مسكونين بده شو يروحوا حفور حفروا اسمها عليها على الصخرات هي من عم يحدثنا راح مو ناصب بقى بس قلت كان قلت له تعي نزلنا لتحت مكتوب رقيه ابو عرابي وعبد مدري شو 1915 سبحان الله من 108 سنين لكن لك ياسم هشقيف يا زلمه ايش دير بيه شو اسمه رقيه عرابي 1915 حافر الاسم بعد ما ايش البند ما قابل نعوش فطرة ونشكهم بالشرطان تبع دولي بيقوم سألون نشوف فطرة هون كان في ماء في نحلة برية نعم ايش كيفية؟ الشر العسل يشر منه يا الله الجبل بهاي الصخرة ايه حسين صيفي تيفية وبومر تيفية عند اللوجيات بعد اللوجيات صار الحج حسين لا بعد هيك الحج حسين لا الحج حسين عند وين عمود الحديد بين عمود هذا كاتي كربت عمود الخشب ونزول من العمود الخشب الثاني هذيك الحج حسين وعرض السندين ايوه حج كربت اسبوع علي صالح وكربت عمي بوقيس ايه بس هاي بسموها وادي المغاره وادي المغاره هون هم كاتي وادي المغاره بدك تيجي شي مشوار وننزل بنزول بتفرش بدنا نجي وننزل ماشي لحظة. انا لجي انا واحمد رشيد بالسالج تزحلقنا من هون ايه بلشنا نتزحلق على الصاجي من هون وصلنا لتحت لوادي المغاره يا الله على المغاره للمغاره يا الله يا كرمكم هيك كرم الكرم الوحيد بعده موجود الكرم بعده عايش بالسلطان يعقوب لا في احمد حسن علي عنده كرم عبد الله كمان بعده عم يخرج سبحان الله فينا كرم ايه كرم بيت بخرم كرم بيت بخرم العسوي كان تحت بعد كرم بيت الحاج وين هاللوزي هاي اللوزي كرم بيت الحاج فوق مني كان كرم بيت بخرم عاجز كان بيجي نقش من شو قمنا نمشي 42 سنه نصبنا هذا انا وابو كلبشه وامي وبي واخوي جايب عربيت فيح منيح والله حلوين التفاحيت هيك يا شيخ انا لقي لك وحده يا سيد هذه انا انا شيخ وحده محترم كثر خير هاي صار سليم ذوق يا حسين ذوق هاي تفاح احلى من التفاح تخوسها برصاصه بتسلوك بس مبين ناشفه بس سبحان الله طيب. ترشح بتشهر شو ناشفه بس التفاح السلطان شو ناشفه بكون ناشفه نكتر سكر سكر ان حي القعقور شرق وين الزرادي؟ ايه تحت الزرادي على الشمال لقلة تعلى شو اسمه؟ شميس الحيات شميس الحيات ايه والله طلعوا منيح لكن شو؟ بنا نشوف صبتي هالهنجار الابيض هون عندها ايوه الهنجار الابيض وين البحر الهنجار الابيض كساره مطرح الكساره تحت منه صبتي وين البيت الكبير اللي هنا؟ ايه عسويته في كروم هيك ميتي هلق مثل الحواكير هلق هيك كرم بطابر ايوه هلق كان في كرم هون ايوه منو بطابر؟
كلمه طبر مسمي المطرح اسمه كلمه طبر شو اسمه وفوق من كلمه طبر وبلاط نعم راس الوسعه ايه اسمه معبور الشجره تحت التربه معبور الشجره معبور الشجره بتبلش هي الظهر هي الظهر نحن على الظهر نعم مت عليها قهر سبلشنا عشبال ليه؟ نعم لعوريش ها لعوريش ايوه من ها وبالنت كان فيهم كروم ها كان مش كان فيهم كروم كان هو البدين كروم كله البدين كله بكروم ها كان كله كروم اه الله لايك بعد التين وبعد اللوز وبعد ها بلشت تلت بعبيس ها تلت بعبيس ايوه مطرح ما هالعمار هذا ايه. كله تلت بعبيس هي وين بعمار؟ ايه العشمال ليك ها هون هذا ايه وادي ابو عمر قرب شوي ببين كل الوادي نعم وادي ابو عمر ايه وادي ابو عمر ايه نعم ضل نزل لتحت على الساحل وبركة سعدية كانك بركة سعدية وين الهنجار؟ ايه على شمالك لتحت في بركة سعدية ايوه انا هاي ايه هذا وادي الدار وادي البركي نعم تحت سعدية تحت بركة سعدية اه هذيك النحية وادي البرك ايه وادي البركي هذيك النحية لقدام المقيتلي راس وادي الغمايق خلت المديخين نعم وخلال الاعور خلال الاعور هاهم كمان خلال الاعور وخلت المديخين وخلت الغميق هو ببينه من تحت نعم ببينه من تحت الشير هي النقوس نعم النقوس هلا مبين النقوس لها اول واحد اكبر واحد هذا الابيض ايه اه النقوس حده لك وين هو ايه هذا البعره بالصخره ايه وهذا الكرم الجوزي بيقولوا له كرم الجوزي كرم الجوزي بعدين النقوس هذا النقوس ايوه لتحت شوي هون ظهور بده ظهور بده تحت منه وادي نصار وادي نصار هذا الوادي بين السلطان وكامل خيل الزيت نعم هي هو الشمس الحية فوق لا تعلى هذا حسين بن علي الصيفي من قناة المؤرخ والرحالة حسين صيفي تي في السلام عليكم.